يستعد فريق كرة القدم لجمعية كافي اليتيم بشار لأقل من 13 سنة للمشاركة في دورة كأس اليتيم الوطنية بالعاصمة المنظمة من المكتب الوطني لجمعية كافي اليتيم بداية من 15 جويلية القادم. التحضيرات تجري على قدم وساق، الأمر الذي أكده المشرفون على الأطفال ومسؤولي الجمعية بالولاية. الحمد لله التحضيرات راه متواصله قدم وساق مهما الظروف والعتاد والعتاد البيداغوجي ناقص، ولكن رانا نتفوقوا بالاراده، ولكن كي تكون الاراده يكون العزم من عند الله عز وجل وبالاراده تاع اللاعبين. حنا الحمد لله مهما عدد اللاعبين اللي اقترح علينا المكتب الولائي المكتب الوطني لولاية الجزائر العاصمة اللي هو 14 عام، وضعنا شوية في مأزق، ولكن الحمد لله مهما الصعاب حنا نعرفوا كي نديروا هاد المشكلة نحلوها بنفوسنا. باش علاه بالتجربة والتدريب تاع النوادي هي اللي تخلينا نعطوا واحد النفس إيجابي، ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمد الله عز وجل. كاين واحد الاراده من جهه اللاعبين من جهه اعضاء المكتب اللي راه تخلينا نتواصلوا وتخلينا تعطينا واحد النفس من الاكسجين. جمعيه خيريه كافي اليتيم مكتب بشار كما العاده نشاطاتها تقوم نشاطات على مدار السنه، سواء في الدخول المدرسي سواء في الاعياد سواء في فتره رمضان، حمله شتاء دافئ، عده مناسبات، وكما راكم تشوفوا المخيم الصيفي كذلك، وكما راكم تشوفوا دروك رانا نحضروا للدوره الرياضيه كاس الجزائر اليتيم المقامه في جزائر العاصمه من 16 جويليه الى 25 جويليه. راكم تشوفوا التحضيرات راح تمشي على قدم وساق، ان شاء الله نديروا نتيجه ايجابيه ان شاء الله ونشرفوا ولايه بشار. وقد عبر الاطفال عن سعادتهم وامتنانهم للجمعية على إعطائهم هذه الفرصة وعلى عزمهم على تحقيق نتائج مشرفة في الدورة الرياضية. نشكر جمعية كافي اليتيم على نشاطات رياضية إن شاء الله نحقق فوز رائع في الدورة الوطنية إن شاء الله. إذن فجمعية كافي اليتيم الوطنية ممثلة في المكتب الولائي بشار لا تهتم فقط بالجانب الخيري والاجتماعي كتوزيع القفف في شهر رمضان وغيرها وتوزيع المواد العينية في فصل الشتاء، بل تشمل نشاطاتها أيضا الجانب الرياضي كما لاحظنا ككرة القدم والكاراتيه، وتأتي هذه المشاركة في الدورة الوطنية من أجل تنويع هذا النشاط في الجمعية وتنشيط الأطفال الأيتام. لقناة الأنيس من ولاية بشار راسلكم محاد الخضر.